أهلا بكم مشاهدينا، هذه جولة جديدة في السودان هذا المساء نستهلها بالعناوين. لجان المقاومة تسير مواكب نحو القصر الرئاسي احتفاء بذكرى ثورة ديسمبر. زعيم حزب الأمة القومية يدعو لإيجاد وسائل بديلة للتعامل مع قضية الحرب والسلام بالبلاد. السفير السعودي لدى الخرطوم يجدد تأييد بلاده لما ارتضاه الشعب السوداني من تغيير. يوجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد قليل خطابا للأمة السودانية بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاقة الثورة الشعبية. انطلقت بالخرطوم مواكب متعددة سيرتها لجان المقاومة نحو القصر الجمهوري احتفاء بذكرى 25 ديسمبر الذي مهد الطريق أمام تغيير خارطة المشهد السياسي في السودان. ورفع مشاركون في المواكب لافتات للتذكير بدماء الشهداء والمفقودين، وردد المتظاهرون شعارات تؤكد دعمهم ومساندتهم للحكومة الانتقالية لإنجاز مطلوبات الثورة. أعرب زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن اعتقاده بعدم الوصول إلى سلام بالبلاد عبر الترتيبات الجارية حاليا. وقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في تصريحات خاصة للشروق بمناسبة الذكرى 84 لميلاده بداره بأم درمان، قال إن العلمانية لم تكن سببا من الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب في السودان، وأضاف أن التعامل بصورة تلقائية مع قضية السلام ليس صحيحا، مبينا أنه لا بد من بديل استراتيجي يستصحب خطوات محددة تبدأ بحوارات إجرائية خارجية بين الحكومة والذين تأثروا بالحرب، مباشرة يعقبها مؤتمر للسلام بالداخل يشارك فيه أصحاب الأوزان السياسية وأهل الاختصاص بقضايا السلام وليس أصحاب الغبائن، كما أشار باعتبارها قضية تناقش في إطار مختلف. المرحلة الثانية يجب أن تكون داخل السودان، تقوم على تحديد ما هي أسباب الحرب، إيه هي الأسباب التي أدت للحرب، وده يكون متفق عليه بطريقة واضحة جدا، وإحنا عددناها 1 2 3 4. مش كل إنسان يجيب له سبب من راسه. أسباب الحرب الموضوعية، إيه الذي أدى إلى الحرب؟ ففي أشياء ما هي أسباب للحرب. العلمانية ما كان السبب لأسباب الحرب، خدت الأسباب بتاعت الحرب متفق عليها. كذلك يتفق على مين يحضر للسلام. مش كل إنسان عنده غبينة يجي يقول دي قضية السلام. الغباين جزء من البرامج، لكن موضوع السلام متعلق بالناس اللي معنيين بالحرب والمتأثرين بالحرب مباشرة. غير كده ما ممكن أي إنسان يجيب قضية من القضايا بتاعت مطالبه تدخل في موضوع السلام. دعا زعيم حزب الأمة القومية صادق المهدي إلى عقد مؤتمر اقتصادي جامع قبل الفصل في قضية رفع الدعم المشار إليها في موازنة العام الجديد للضرورة الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجهها هذه القضية. أنا الآن بفتكر قبل الدخول في هذه المسألة كان حقه يعقد مؤتمر اقتصادي يجوا فيه الناس كلهم اللي عندهم وزن سياسي واقتصادي عشان يعملوا تشخيص ما هي العلة، ثم ما هو الحل، ثم ما هي الأولويات. التعامل مع موضوع الميزانية بصورة مبتسرة مش صحيح. أبدأ الفريق ياسر العطاء عضو المجلس السيادي الانتقالي استغرابه من اتهام حكومة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالفشل. وأضاف العطاء في حوار تبثه قناة الشروق مساء اليوم أن حكومة حمدوك تعمل وفق خطة مدروسة تتطلب وقت كاف للتنفيذ. وتحدث العطاء عن ما حدث ليلة فضل اعتصام القيادة مشيرا إلى أنه جاهز شخصيا لأي محاكمة إذا ثبت إدانته، مشيرا إلى استمرار شراكتهم مع الحرية والتغيير بتناسق وانسجام تام، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق السلام المنشود، مطمئنا الشعب السوداني على ما ثار حول علمانية الدولة. أنا على غناعة وتلمست وغرأت وتحاورت في اجتماعات عن الرؤية الاقتصادية. الآن تقريبا هنالك حلول في السيطرة على
كل التعزيز حصائل الصادر. الليلة هنالك سياسات بدت في التنفيذ عبر خطة معينة للسيطرة على إنتاج الذهب بأسعار تحفيزية، وهنالك آمال وخطط لوضع لعمل مسبك للذهب وبورصة حتى يكون العائد لصالح الشعب السوداني. مشاهدينا، ننوه إلى أن شروق ستبث الحوار مع الفريق ياسر عطا عضو مجلس الثورة كاملا مساء اليوم. قال الأمين العام المكلف لجهاز تنظيم الشؤون السودانيين بالخارج السفير سليمان محمد مصطفى إن العلاقة بين جهاز المغتربين ورعاياه بالخارج بحاجة إلى التصحيح، وجدد مصطفى عقب تكليفه بمهام الجهاز التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات للسودانيين بالخارج انطلاقا من مبدأ الحقوق والواجبات بين الدولة. وشدد مصطفى على أنه آن الأوان لاستعادة الثقة وترميم العلاقة بين المغتربين والجهاز بما يعطي الحقوق المتبادلة بين الجانبين. وأشاد الأمين العام المكلف بالعاملين بالجهاز ومستوى الكفاءة التي يتمتعون بها، وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تعترض الأداء ومتابعة الملفات العالقة. وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح العلاقات السودانية السعودية بأنها ثابتة وراسخة وتشهد تطورا ملحوظا في كافة المناحي. جاء ذلك خلال مخاطبته مهرجان تكريم جهود المملكة العربية السعودية ممثل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والذي أقيم بالخرطوم. من جانبه جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر وقوف بلاده مع السودان في مختلف المجالات، وأوضح أن العلاقات بين البلدين تتركز إلى روابط حية يربطها مصير مشترك، وذلك فضلا عن إرادة سياسية تعمل على تحقيق مصلحة الشعبين الكريمين، لافتا إلى أن المملكة تؤيد ما ارتضاه الشعب السوداني من تغيير عبر ثورة عظيمة، واصفا إياه بالإنجاز التاريخي. ننظم هذا الاحتفال لنؤكد أننا نقدر هذه البلدة وأننا نقدر علاقات هذه العلاقة التاريخية وإنما بيننا وبين المملكة العربية السعودية أمر أصيل ليس عارض ولا ينفصل، وأن ما يقوم به هذا السفير العظيم الذي سجل حضورا كبيرا وجميلا خلال السنة التي قضاها ولا زال هو بيننا الآن في السودان هو أمر مقدر، لا سيما بالنسبة لنا في مجال الصحافة وفي مجال الإعلام. لقد نشأت علاقة حميمة جدا بيننا وبين هذا السفير، وامتدت إلى علاقة مع المملكة ومع مؤسساتها ومع فعالياتها. وفي عهده تم تنظيم رحلات للحج والعمرة شملت أكثر من 200 من الزملاء الصحفيين والإعلاميين. زار وفد من الحكومة الانتقالية عددا من الكنائس بولاة الخرطوم لتقديم التهاني بمناسبة أعياد الميلاد، وضم الوفد الذي قادته ممثلة مجلس السيادة رجاء نيكولا عضو المجلس صديق تاور ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ووالي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد. شملت زيارة الكنيسة الكاثوليكية برئاسة المطران مايكل ديدوي والكنيسة الإنجيلية بمحلية الخرطوم بحري برئاسة القس حافظ فزاهة والكنيسة الأسقفية بالعمارات برئاسة المطران حزقيال كندو. وأشاد الوفد بدور الطائفة المسيحية بالسودان في إرساء دعائم السلام والمحبة، وأكد أن الدين لله والوطن للجميع. امتدح راعي كاتدرائية القديس متى بالخرطوم إيمانويل برناديو روح المحبة والتسامح التي أبداها الشعب السوداني بمختلف انتماءاته العقدية ومظاهر الفرح التي سادت الشارع السوداني في ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام. ودعا إيمانويل الجميع في هذا اليوم للتحلي بروح التسامح من أجل حياة ينعم فيها بالتعايش والسلام والمحبة. المحبة بتشاف دائما في المعاملة زي ما أنا قلت، في الغفران مسامحة وقبول الآخر، ده كله بيتجسد في كلمة محبة. عشان كده إحنا قلنا الله محبة، وكل الأديان عبرت نفس الحاجة إن الله محبة. يعني ده باختصار شديد عايز يقول إنه يعني إحنا لو عايزين نقول إحنا بنحب الله لابد إحنا نحب إخواننا إخواتنا.
إلى ذلك أبدى عدد من الشباب السوداني امتنانهم وفرحتهم بالتغيير الذي أقر هذا اليوم عطلة رسمية بالبلاد لتفتح الباب أمام المسلمين للمشاركة وتهنئة إخوتهم المسيحيين بهذه المناسبة. والله أنا داير أقول بس يعني شنو فرحان شديد الليلة اليوم، لأنه شنو يعني حاجة كده حاجة حصل الليلة، إنه شنو في حاجة حصل إنه الليلة هطلة يعني هطلة كده بابليك، وهذا كده ما حصل يعني مرة كده يعني. وطلب من دول السودان كله بقى في وطلب للكريسماس مخصص للكريسماس، يعني حاجة أنا فرحان بها شديد يعني. والله تحياتي لكل المسيحيين في جميع أنحاء العالم والمسيحيين في السودان بصفة خاصة، وكل الإخوة المسلمين القاعدين في السودان بتمنى لهم الخير والسلام والصحة، يكون سنة سنة بتاع المحابة والويام، ويكون في المشاكل تنتهي في السودان.